ضربة الزاوية لفريق حسنية أكادير، غادي تنفذ ضربة الزاوية. كنتمناو تجيب شي نتيجة جديدة. كتنفذ ضربة الزاوية ياسين رامي، كتخرج 5 متر و50 متر و50 لصالح كوكب المراكشي، لصالح حسنية أكادير اللي غادي يتكلف بهذه ضربة الخطا هو اللاعب جلال الداودي. احنا كنعيشوا الدقيقة الثالثة في عمر المباراة، لا زالت النتيجة 0 لمثلي بين فريق الكوكب المراكشي. كتنفذ ضربة خطا وكتضيع هذه المحاولة، باقي الكرة عند لاعب ديال الكوكب المراكشي، كيدفع الأمام عند شاوش. اش غادي يعمل؟ الكرة عند الفحلي، كيسقط الحلي، خطأ لصالح الفحلي. شفنا المباراة ما زالت في بدايتها، مازال ما شفنا أي محاولة، شفنا المحاولة الأولى ديال ضربة الخطأ ديال الحسنية، لكن ما استغلوهاش لاعبي ديال الحسنية. خطأ لصالح حسنية أكادير، خطأ كيتنفذ الخطأ عند ملوكي، كتضيع المحاولة بجد. الجمهور لا بأس به، الجمهور يعني ما شفناش الجمهور كثير، لكن شفنا التشجيعات ديالو في الملعب. كنتمناو باش نشوفو مباراة جيدة من فريق ديال حسنية أكادير، كتنتظرو مباراتين حاسمتين ديال الكونفدرالية الإفريقية. كنتمناو إن شاء الله باش إن شاء الله يحققوا واحد النتيجة اللي كتسناها الجمهور السوسي. الإبداع ديال الجمهور ديال حسنية أكادير منذ البداية، وهو كيشجع الفريق ديالو منذ البداية، كيرفع الشارات ديال الترحاب. كرة عند الكوكب المراكشي، الكوكب المراكشي اللي جاب باش يحقق شي نتيجة مع حسنية أكادير، لكن حسنية أكادير ما غاديش يتسنى باش يوقع في الأخطاء. حسنية أكادير اللي هو فرق اللي هي فرقة حاليا اللي كيحسب ليها 1000 حساب. الكرة عند لاعب ديال حسنية أكادير في الجناح الأيسر، اش غادي يعمل؟ مراوغة دائما كتخرج الشرط لصالح الحسنية. كيتنفر الشرط مزيانة لكن ما كتوصلش اللاعب ديال الحسن، تخرج كترجع للوراء عند ياسين الرامي عند خلموبي في الجناح الأيمن. كنشوف باسين عبد الحكيم ما حضرش في هذه المقابلة لداعي إنذارين، داكشي علاش لعب المكان ديالو اللي لعب فيه خلموبي. كرة مزيانة عند لاعبين ديال الحسنية، مزيانة عند مالوكي، لكن مالوكي ما استغلش هذه الفرصة. هذه كانت فرصة من ذهب باش يتسجل الهدف، لكن ما شفنا اللاعبين ديال الحسنية ولا اللاعبين ديال الكوكب باقينا تخش في المباراة. يعني المباراة متكافئة بين فريقين. كرة عند خنبوبي، كيعطيها الأمين الصديقي، كترجع عند زهير، كتضيع عليه الكرة هذه، كتمشي عند اللاعبين ديال الكوكب. خطيرة الرقم 20، اش غادي يعمل؟ كيخرج الكرة خطيرة لحسن الحظ، كتطلع الكرة فوق المرمى، كانت خطيرة على فريق حسنية أكادير. هذا هو الجمهور ديال الكوكب المراكشي اللي حاضر حتى هو، على ما اظن جمهور حتى هو لا باس به. الجمهور ديال الكوكب المراكشي هو على الجماهير ديال سوس. كنتمنى باش الناس ديال الجمهور او الغيرون على فريق حسنية أكادير يدخلوا الملعب ديال ادرار باش يأزروا هذا الفريق هذا اللي هو حاليا
خدام باش يبين الفرقه ديال حسن تكادير اللي الحمد لله راه حقو صعود للربع. هذا ماشي من سهل باش يكون فيه. يعني اول مره كنشوف حسن تكادير باش تحقق صعود للربع ديال الكونفدراليه الافريقيه. الجمهور كما لاحظنا منذ البدايه كيشجع كنشوف واحد اللافتة رائعة جدا. الشغب والهمجية ليسوا من مبادئ إيش الحين. كنتمنوا ذلك باش ديما نشوفوا الملاعب الوطنية ما يكونوش فيها الشغب ويكون مراعاة عند الكوكب المراكشي. مش من الكوكب المراكشي منذ البداية كيناور وكيهاجم باش يسجل، لكن اللاعبين ديال الحسنية باقي ما شفنا لحد الان شي محاولة سانحة للتسجيل لفريق حسنية تكادير. حنا كنعيشو الدقيقة الثامنة في عمر المباراة، دائما صفر لمثله. المباراة لازالت كبدايتها صفر لمثله بين الكوكب المرشي. كترجع الكرة عند حسن تكادير مزيانة عند اللاعب ديال حسن تكادير إدريس بناني. كترجع عند الخنبوبي بناني مزيانة عند لاعب الفحلي. اش غادي يعمل الفحلي؟ خطأ خطأ لصالح حسن تكادير. خطأ في منطقة رائعة. كنتمنى كون كان حاضر وبيلا هو في هذا الاختصاص كيبدع فيه وكيسجل أهداف. داودي هو اللي غادي يتكلف بهذ ضربة خطأ. كنتمنى هذا ضربة خطأ يتسجل فيها شي هدف. تامر اللي بان ليا هو وجلال داودي. تامر واو داودي مزيان. هدف وجول غادي يتكلف بتنفيذها من جديد. جلال داودي وراء الكره. كتنفذ مزيانه كتمشي عند اللاعبين ديال الكوكب المراكش. كرة عند الكوكب المراكشي غادي بالكرة ديالو. اش غادي يعملو؟ مراوغة ديال الكوكب. كيتدخل مزيانة كيتدخل اللاعب ديال حسن تكادير كيحيد بالكرة اللاعب زهير شوش. كرة مزيانة الحسنية. هدف وكل هدف ثاني ديال الملوكي. الهدف الثاني اللي تسجل في الدقيقة 23 في عمر المباراة. هدفين لصفر لصالح الحسنية. الهدف الثاني كان هدف رائع جدا. كان بناء هجومي لفريق للاعبين ديال الحسنية منظم. كان هدف رائع. تحية لهذا الجمهور اللي كيشجع منذ البداية. هدفين لصفر لصالح الحسنية. الهدف الثاني لصالح حسنية تكادير. هدفين لصفر. أيوب المالكي هو اللي سجل الهدف الثاني. الدقيقة 23 كان هدف رائع ديال المالكي. الكرة عند اللاعبين ديال الكوكب في وسط الميدان. باقي ايوب المالوكي مع احد اللاعبين ديال الكوكب. كترجع من جديد الكرة عند حسن تكادير مزيانة عند الفحلي، لكن كتخرج زاوية لصالح حسن تكادير. هدفين لصفر لصالح الحسنية.
نتيجة في صالح الحسنية، لاعبين ديال الحسنية اللي انتفضوا على فريق الكوكب المراكشي، الكوكب المراكشي اللي كيتواجد في أسفل الترتيب. كوكب المراكشي ضربة زاوية اللي غادي تنفذ، كنتمناو الحسنية باش تزيد أهداف باش تعزز الصفوف ديالها في البطولة الوطنية. كتنفذ الزاوية مزيانة، عند الحارس، كرة للشرط من الحارس، كيخطف الكرة كتخرج للشرط من صديق، هدف اللي سيف لصالح الحسنية. منذ البداية الجمهور ديال الحسنية أكادير لم يهدأ له البال، منذ البداية هو كيشجع الفريق ديال الحسنية أكادير في هذه الضيفة وفي هذه الضيفة الأخرى. هدف اللي سيف جلال الدودي كيرجع الكره للوراء عند ياسين الرامي، صديقي كره عند خنبوبي اللي ما شفناه في الوراء، كيعطي الكره مزيانه واحد اثنين عند مع الدودي، لكن ما وصلت الكره، كيعترض لاحد اللاعبين، كتعاود ترجع الكره عند خنبوبي مزيانه ايوب الملوكي، ما وصلتش الكره الفحلي، اش غادي يعمل الفحلي؟ لا لكن عفوا شاوش، ماشي شاوش، زهير، كرة مزيانة مروغة شبيلة للفريق الحسنية، اش غادي يعمل مالوكي؟ ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح الحسنية. في ظرف 26 دقيقة استطاع فريق حسنية أكادير باش يهز الشباك ديال الحسنية أكادير ديال الكوكب المراكشي بهدفين لصفر. الهدف الثالث غنشوفوا شكون اللي غادي يتكلف بتنفيذ الهدف ضربة الجزاء، اللي غادي يتكلف بضربة الجزاء هو جلال الدودي، جلال الدودي هو اللي غادي ينفذ ضربة الجزاء. ضربة جزاء الأضواء في ملعب أكادير، والهدف الثالث، الهدف الثالث لصالح الحسنية، ثلاث أهداف لصفر لفريق الحسنية. فريق الحسنية كتنتفض على فريق الكوكب. هذا مساج لفريق الزمالك اللي سمعنا بعض الأقوال ديال الصحفيين ديال الزمالك يطيحهم القيمة ديال الحسنية أكادير، كنتمناو ما نشوفوش يكونوا أسيدي، يكونوا حنا بغينا فريق عند اللاعبين ديال الحسنية في الجناح الأيسر، اش غادي يعمل؟ كتنفذ كترجع الكرة، باقي الكرة عند، باقي الكرة عند لاعبين ديال فريق الحسنية، الفحلي اش غادي يعمل؟ الفحلي كيقذف الحك، كيقذف ديريكت المرمى ديال الكوكب المراكشي. لكن من جديد غادي نشوفوا، شفنا فريق ديال الحسنية أكادير منذ البداية انتفض على فريق الكوكب المراكشي، فريق الكوكب اللي هاجم الان، اش غادي يعملوا؟ لولا براعة الحواصلي لا تسجل الهدف، لكن البراعة ديال الحواصلي اللي ضربت الكرة في احد الزملاء ديالو كترجع للحواصلي، لكن الحواصلي لها بالمرصاد. جلال الدودي مزيانه، لكن جلال الدودي ما وصلش الكره للفحلي، كان الفحلي الكره باقي عند لاعبين ديال الحسنية أكادير، كيرجعوا الكره للاعب الحواصلي الحارس المتالق اللي منذ المجيء ديالو للحسنية أكادير هو كيتالق وديما ديما حاضر في الملعب، ديما بالإبداع ديالو، بالتصديات ديالو. كرة عند الخنبوبي الوراء، ياسين الرامي، ياسين الرامي ما شاء الله على هذا اللاعب، لاعب نشيط حسنية أكادير، قوة جسمانية تبارك الله عليه. كرة عند اللاعبين ديال حسنية أكادير للوراء، باقي الحسنية كتقلب على الهدف الرابع، الفحلي، الفحلي في مراوغة مع أحد اللاعبين، كيرجع الكرة مزيانة، شفنا لوحات ديال اللاعبين ديال الحسنية،
يا كنا نشوفوا الهدف الرابع لكن كنا نشوفوا الهدف الرابع الحسنية اليوم في نهارها مع الكوكب المراكشي. الكوكب المراكشي اللي هو فريق له تاريخ ما بغينا ليه باش يبقى في هذه الرتب الأخيرة، لكن شاءت الأقدار طاح مع فريق ديال الحسنية أكادير اللي ما غادي يسلم، لأن فريق الحسنية طامع، باقي طامع باش إن شاء الله لما لا باش يكون في الأوائل، تكون شي كوال شي أحد الفرق اللي في المطاردة أو في اللي كاينين في الرتب الأولى. لكن كل شيء ممكن يقدر يوقع الكرة عند لاعبين ديال الكوكب. دخل معترك العمليات باقي بوحدو كيدخل كيعطي الكرة للزميل ديالو مراوغة، لكن تصدوا لها اللاعبين ديال الغزالة سوس اللي هما حاضرين في الهجوم في الدفاع في الوسط. يعني شفنا مباراة رائعة جدا في ملعب أدران، الكرة باقي عند اللاعبين ديال كتصدى ليها الصديقي كتخرج الشرط لصالح الكوكب بسرعة، غادي يتنفذ الشرط عند من؟ عند اللاعبين ديال الكوكب المراكشي اللي في الحقيقة الكوكب كيناور، لكن براعة لاعبي ديال الحسنية ما خلاو ليه الفرصة باش يدخل في المباراة. الكرة عند تامير اش غادي يعمل؟ تامير تواطئ شيئا ما، اش غادي يعمل تامير؟ كيرجع الكرة عند زهير كتمشي عند اللاعبين ديال الحسنية في الجناح الأيسر، باقي لاعبين ديال الحسنية طابعين مزيانة، اش غادي يعملوا؟ كيدخلوا المعترك لكن ما كتوصلش لأيوب المالوكي. أيوب المالوكي اللاعب أو المهاجم الرائع ديال الحسنية أكادير اللي تحدثت عليه جميع القنوات، لاعب رائع جدا. كنتمناو البركاوي باش وضربة الجزاء، ضربة الجزاء اللاعب ديال الكوكب، اللاعب ديال الكوكب كيلمس الكرة باليد ديالو، ضربة جزاء لصالح الحسنية. شكون اللي غادي يتكلف تنفيذ ضربة الجزاء؟ شكون اللي غادي يتكلف بهاد ضربة الجزاء؟ حرام يزيد التمريض هنا كاع دودي. جلال الدودي من جديد، جلال الدودي من جديد هو اللي رجع وراء الكرة باش ينفذ ضربة جزاء، وكتنفذ ضربة على الحارس، الحارس كيتصدى ليها، الحارس كيتردد جلال الدودي، الحارس عرف الكرة فين غادي تمشي، تصدى لهاد الهدف الرابع. الهدف الرابع كيضيع، كان على الداودي يخلي احد الزملاء ديالو باش ينفذ ضربة الجزاء، كتنفذ ضربة الزاوية ولا كتخرج الزاوية من جديد، الزاوية من جديد، الزاوية من جديد لصالح حسنية أكادير. الحسنية في ظرف 34 في ظرف 28 دقيقة استطاعوا باش يسجلوا 3 الأهداف على فريق الكوكب المراكشي. ضربة زاوية غادي تنفذ، كتنفذ ضربة زاوية، ما وصلها حتى شي لاعب، كتخرج 5 متر و50. شفنا سقوط جلال الدودي، مع الاصطدام بينه وبين الحارس ديال الكوكب المراكشي. كنتمنوا باش الإصابة تكون خفيفة وتكون إن شاء الله ينوضوا ويكملوا المشوار ديالو. جلال الدودي الجمهور في عرس رياضي اليوم في ملعب أدرار شاف 3 الأهداف في ظرف 28 دقيقة اللي سجلوا على فريق الكوكب المراكشي.
صديقي مزيانة عند الملوك كيرجع الوراء عند زملاء ديالو، كترجع الكرة عند صديقي، صديقي غادي يرجع الكرة لحواصلي، حواصلي كتوصلوا الكرة اش غادي يعمل، كيرجع لصديقي، صديقي تبادل كروي جميل بين لاعبي فريق الحسنية، اش غادي يعملوا، كهجمة مرتدة للحسنية، لكن الدفاع ديال الكوكب المراكشي كيخرج الكرة الشرط لصالح الكوكب المراكشي، كتنفذ الشرط الفحلي، الفحلي اللاعب صاحب الرقصة الرائعة هو الهداف ديال الحسنية تكادير، كنتمنوا ليه مسيرة موفقة. أيوب الملوكي مزيانة، اش غادي يعمل أيوب الملوكي، كتضيع الكرة لمن زهير، كترجع الكرة عند من، عند الخنبوبي، ما كيوصلش الكرة، الخنبوبي ما كيوصلش الكرة، كتخرج الشرط لصالح الكوكب المراكشي، الكوكب المراكشي، لكن كتهدى ليها المتألق الحواصلي، الكرة كترجع كيعطيها لأحد اللاعبين زهير عند الخنبوبي، الخنبوبي عند الفحلي مزيانة، المراوغة ديال تامر كيعطيها للجناح الأيسر، شكون هو زهير شاوش كيرجع لجلال الدودي في وسط الميدان، جلال الدودي اش غادي يعمل، كيرجع لبناني، بناني زهير عند بناني، بناني اش غادي يعمل، كيعطيها لياسين الرامي، ياسين الرامي كيرجع الكرة للحارس الحواصلي، الحواصلي كيرفع الكرة ديالو للأمام عند من، ما كتوصلش زهير، الكرة عند أمين صادق، كتخرج الشرط، الشرط لصالح الكوكب المراكش، النتيجة لا زالت 3-0، الأهداف 3، هدفين من ضربة الجزاء والهدف الثالث سجلوا أيوب الملوكي، كانوا كلهم أهداف يعني رائعين، الهدف الرابع اللي كيضيع الدودي في الدقيقة 38، كرة عند الخنبوبي، الخنبوبي كيرجع الكرة لياسين الرامي، ياسين الرامي كيرفع الكرة عند من، عند الفحلي، ما كتوصلش الكرة، تامر كيرفع عليه الكرة أحد اللاعبين ديال الكوكب المراكشي، ياسين الرامي مزيانة عند الفحلي، الفحلي الفحلي الفحلي، واش يوصل الكرة، وصلها، هي كتخرج ليه الشرط، 5.50 عفوا، الكرة عند جلال الدودي، كتصدى ليها باليد ولا باش تصدى ليها، هذا الكرة عند ياسين الرامي مزيانة، عند زهير، عند الفحلي عفوا مزيانة، واحد بين لاعبي فريق الحسنية، أمين صديق كيرجع الكرة للحواصلي، الحواصلي عند أمين صديق، أمين صديق اش غادي يعمل، أمين صديق كيغير اتجاه عند من، عند الخنبوبي، الخنبوبي يوصل الكرة، مراوغة ديال الخنبوبي كيعطيها لتامر، تامر كاش غادي يعمل مزيانة لأيوب الملوكي، هي كضيع المحاولة، أيوب الملوكي ما تحكمش في الكرة، كضيع المحاولة، كنتمناو من جديد نشوفوا محاولات، كرة عند تامر، تامر مزيانة عطاها لأيوب الملوكي، كتوصل عند الدولة عند أيوب الملوكي مزيانة، أيوب الملوكي كراوغ جلال الدودي، هاي هاي كيصدى ليها أحد، كتصدى ليها الحارس ديال الكوكب المراكشي، كرة عند من للوراء، اللاعبين ديال الكوكب النتيجة بقيت 3-0 لصالح
حسين تقادير 3-0 كانوا اهداف رائعين سجلوا في ظرف 28 دقيقه. استطاع اللاعبين ديال الحسنية سجلوا 3 اهداف. كره عند من عند الزوي عند لا عفوا ما كتوصلش لها كره كترجع. هذه المقابلة في متناول فريق حسن تكادير اللي شفنا حقيقة مقابلة اللي انطفت فيها فريق الغزالة على فريق الكوكب المراكشي. فريق الكوكب بالتذكير هو في المؤخرة كان كرة عند أيوب المالوكي مزيان عند الفحلي ما كتوصلوش كيعطر الفحلي كنتمناو البركاوي باش ان شاء الله يدخل في امان في امن وامان ويأزل الزملاء ديالو ان شاء الله نشوفوه مع الزمالك المصريه. وفي هذا الاثناء كيقول الحكم الشرط لصالح حسين الدكاكي. فحلي اش غادي يعمل عند ايوب المالوكي يدخل الشرط لمن صالح كنشوفو الحكم كوموندي كيعطي تعليمات بهربازة شوف شي حاجة ماشي هي هذيك الكرة عند من. وفي هذا الاثناء كيعلن الحكم على نهاية الشوط الاول بانتصار حسني تقادير ب3-0. كنتمنى ان شاء الله نشوفوا اهداف الحسنية في